للحديث عن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الوضع الحقوقي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة. دكتور أيمن السلام عليكم، يعني أصدرتم في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تقريركم السنوي عن الحالة الحقوقية في العراق في ظل التظاهرات وأيضا في ظل الرفض الشعبي، كيف وجدتم تعاطي الحكومة في بغداد مع الحالة الحقوقية في البلاد؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام. بالنسبة لتعاطي الحكومة مع حالة حقوق الإنسان، الحقيقة هنالك مؤشرات كثيرة على تدهور هذه الحالة، تدهور المزيد من التدهور، تضاؤل كبير في جوانب كثيرة. المحاور التي تناولها التقرير تبين أنه في جميع المحاور هنالك تدهور وانحدار كبير في حالة حقوق الإنسان. مجرد أنه يعني فقط في مسألة الأقليات، الحقيقة يبدو أنه الحكومة أجهزت على الأقليات غير المسلمة في البلاد، ويعني تناول التقرير محاور كثيرة من بينها ما بين أنه الإصرار الحكومي على القتل وعلى قمع التظاهر السلمي وعدم السماح حتى للصحفيين بأداء مهامهم على أقل تقدير. نعم دكتور أيمن، ركزتم في التقرير على عمليات القتل المستمرة خارج إطار القانون، لكن هنا بما تفسرون ازدياد عمليات القتل والحكومة دائما تتحدث عن أن العراق يعيش استقرارا أمنيا؟ أخي الكريم، مع الأسف الشديد هذا يعني الحكومة هذه كسابقاتها، نهج القتل والقمع هو نهج واحد والمخطط هو يجري تنفيذه في العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. لا يمكن لأي حكومة في ظل المعطيات السياسية الحالية أن تأتي بجديد من ناحية تحسين حالة حقوق الإنسان بالعراق، لأن كل المؤشرات تشير إلى عدم اكتراث الحكومة، بل الإمعان في إذلال الشعب و تجويعهم وإفقارهم، ويعني حتى أنه قامت هذه السنة يعني فرض ضرائب واقتطاعات كبيرة من الرواتب لشرائح واسعة من المجتمع، لكن بالمقابل يظل المسؤولون يعني كأنما هم محصنين من هذه المسألة، والمواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن، وهو الذي حقيقة يعاني يوميا بحياته اليومية كل هذه التفاصيل. طيب دكتور أيمن، القتل طال أيضا المتظاهرين الرافضين للعملية السياسية والأحزاب الطائفية، لكن مقارنة بأعداد الشهداء التي تصدرها الحكومة، كيف رصدتم أعداد الذين قضوا في التظاهرات مقابل الأعداد التي تعلن عنها الحكومة؟ أخي الكريم، نحن في القسم حقيقة رصدنا للتثبيت رصدنا 283 متظاهرا وناشطا مدنيا تم قتلهم خلال العام 2020. هذا طبعا يزاد عليهم حالات الاختفاء القسري وحالات الاختطاف وحالات التهديد، لكن نحن نتحدث عن الذي فارق الحياة فعلا وتم توثيق الحالة التي يعني جرت. لكن الحكومة يعني هذا لا يخفى على أحد أن الحكومة لا تريد الإفصاح عن الأعداد الحقيقية، لأنها تسوق نفسها دوليا على أنها حكومة ديمقراطية أتت من خلال صناديق الاقتراع، وكل العالم يشهد، وفي مقدمة هذا الموضوع هو الأمم المتحدة. تعلم علم اليقين أن هنالك خروقات كبيرة شابت حتى عملية الانتخابات، وأصلا هي العملية السياسية المحاصصة، نظام المحاصصة لم يأتي، بل بالعكس هو كان أصل الفساد وأصل الجرائم وأصل الانتهاكات في العراق، لأنه يتم
تقاسم الـ 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 تقاسم الـ الإيرادات نعم والأموال بين المرتكبين. دكتور أيمن، نبقى في هذا السياق، أي الجهات كانت أكثر تورطاً في قتل المتظاهرين؟ أيضاً ما هي أسباب استمرار القمع المفرط من قبل الميليشيات وأيضاً القوات الأمنية تجاه المتظاهرين؟ سيد العزيز، في بداية يعني في مقدمة هذه الجهات، هي طبعاً هي جهة واحدة إذا ما نظرنا إليها من يعني مسافة معينة، نعم، لأنه هو مخطط واحد يجري تنفيذه. لكن في البداية هي فصائل الميليشيات الموالية لإيران، تليها الأجهزة الأمنية التي تتواطأ مع هذه الميليشيات والتي تنفذ جرائمها من خلال الحماية وتوفير الحماية والغطاء الرسمي. وتعلم يعني ويعلم الجميع أنه لا أحد مسموح له أن يحمل السلاح في العراق إلا القوات الأمنية والميليشيات الموالية لها، نعم، ولا سيما الميليشيات الولائية أو الميليشيات الموالية لإيران. دكتور أيمن، أخيرا، يعني هذه الجرائم والانتهاكات التي رصدتموها في تقريركم، هل يمكن أن تسقط بمرور الزمن أو بتحصن الفاعل بوظيفته؟ سيد العزيز، قطعا لا تسقط هذه الجرائم، والأدلة كثيرة جدا في التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث والتاريخ القديم. لا يمكن أن يكون المرتكبون بمنأى عن الحساب وإن طال الزمن حقيقة. نعم، يعني هنالك يعني آلية يجب على كل المتضررين والمتعرضين للانتهاك، ومن تعرض حتى لو تعرض ذووه أو أقاربه أو جيرانه، عليه بالتوثيق والتوثيق المهني والتوثيق القانوني حتى تظل هذا حقيقة أهم أبسط واجب نقدمه للضحية، هو توثيق الحالة لتتم محاسبة المرتكبين. وإن طال الزمن فإنهم سيقفون موقف المحاسبة، وهذا يعني على هذا أمثلة كثيرة تاريخية كما ذكرت. عبر سكاي من عمان، الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة، شكرا جزيلا لكم.